أمل خطاب أيضا من سوريا تسألك، هل التدخل العسكري ممكن في سوريا؟ شخصيا لا أعتقد ذلك. هنالك لا توجد شهية للغرب في التدخل، إما بريطانيا أو فرنسا أو حتى الولايات المتحدة. فالبلد الوحيد الذي قد يكون له دافع هو تركيا. وإذا على سبيل المثال هنالك فإذا وصل العدد إلى 100,000 قد تتدخل. إنها لا تريد التدخل لوحدها. قد الناتو لن يتدخل. تركيا قد تحاول خلق منطقة عازلة، خصوصا إذا ما دفعت سوريا بالأكراد ضد أنقرة، ضد تركيا. ومن ثم فبطبيعة الحال فإن أردوغان قد يشعر أنه عليه أن يتخذ إجراءات. ولكن أعتقد أن تركيا التي قد تكون لها شهية في التدخل، لكنها لا توجد لها الرغبة الحالية، إنها تريد لإجراء ذلك تريد مساعدة من الغرب.